عمرو أديب في تحول جذري غير موقفه، لأن إحنا أحرجناهم في الحج فهم بيحرجونا في الكهرباء. طبعا أنت عارف إن عمرو أديب بيغير توجه قلبه حسب اللي يدفع، حسب اللي يدفع. كل الكلام اللي هو بيقوله في تغير جذري لموقفه السابق هو دليل إن إحنا داخلين على عصر اسمه عصر الانهيار الكبير، لأن الناس هتجيب القطط قدام الباب علشان خاطر تذبحها، لأن كيلو اللحمة سيكون ب1000 جنيه، وهتنزل أحداث يوم القيامة قدام عيون الجميع. هيقفوا على المطارات كل واحد عايز يعود لأرض ميلاده، هيرموا فلوسهم في الشوارع وذهبهم هتكون للخزي، هيبصوا لبعضهم بعض ويضربوا كف على الكف. ساعتها الغني هيبقى زي الفقير، والداني هيبقى زي الشريف، والشيخ هيبقى زي العيل الصغير، والروح القدس هينزل على الأرض يلم كل المؤمنين بيه من كل الأرض ويديهم الملك على كل الأرض، لأنهم كانوا في العالم عشان بيقولوا كلمة حق. كانوا مطرودين من الملاعب، كانوا مطرودين من الملاعب، كانوا مطرودين من أشغالهم، كانوا مهجورين من عائلاتهم، أصحابهم كلهم سابوهم. الروح القدس، روح الله، روح السيد المسيح هيخطف كل أتباع السيد المسيح اللي آمنوا بيه وهيديهم الحياة الأبدية، أما كل من رفض السيد المسيح لن ينول الحياة الأبدية. ودلوقتي أنا بأرخ لك نهايات الأيام، لأن إحنا في أخطر 5 شهور في تاريخ العالم. بعد ساعات معدودة هتسمع عن تغيرات المناخ، هتسمع عن أحداث غريبة بتحصل في الأرض. الشمس هيختفي منها أجزاء، النجوم بعض منها هيسقط، والقمر هيتحول لدماء، اللون الأحمر الدموي، القمر الدموي. حتى الهواء لونه هيتغير، وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وشتاء نووي هيغطي كل الأرض. كل ده شفته في رؤية من السماء وجاي أخبرك بيها، فما تاخدش على كلام عمرو أديب، لأن الوقت قريب. قدم التوبة على مغفرة الخطايا، لأن مفيش زمان بعد الزمان. فما تزعلش على الخسارة، لأن كل الناس هتخسر، كل الناس على وشك إنها تخسر. ويا بخت اللي دخل فلك نوح التاني، هينجب حياته من الغضب الآتي. فلك نوح التاني ابحث عنه في الديانات الثلاثة، اسمه يسوع المسيح، كوكب الصبح المنير، ابن الإنسان المرسل الوحيد من الله، وعلى اسمه خلاص الشعوب. كل من بيؤمن بيه بينول ضمان الحياة الأبدية، أما كل اللي بيرفضه لن ينول ضمان الحياة الأبدية، بل يمكث عليه غضب الله. ده مش كلامي، ده الكلام المكتوب في الإنجيل، في الكتاب المقدس، في الإنجيل. ده الكلام ده مكتوب في الإنجيل مش كلامي. وإن صدقت الإنجيل ده هتحيا، أما إن رفضت الإنجيل ده لن يكون لك حياة. ده ملخص كل الأمر قبل مجيء يوم القيامة، والرسالة دي بتضعك أمام الحياة والموت. فإن قبلتها تحيا، أما إن رفضتها لن يكون لك حياة. الوقت قريب، برسلها لعمرو أديب. استعد للقاء الله الحي إلهك.